نحن اليوم في فضاء قائد كان يسمى دليل الهورة، هو نموذج شهيد حي للقائد الذي يضحي قبل جنوده. عقيدته حسينية، طلته ميسانية الهوى، وعزيمته جنوبية بعطر الهور والمشحوف والنخوة والمغايف. نقطة ارتكاز العمليات العسكرية كافة في الجبهات، الشهيد القائد وابن بدر الجهاد والحشد أبو منتظر الحمداوي رضوان الله عليه. تتشرف قيادة الحشد الشعبي بأن تحيي الذكرى التاسعة لاستشهاد بطل من أبطال التحرير وقامة شامخة وقامات الشهداء الذين رسموا وصنعوا هوية هذه الدية، مستحضرين معهم تاريخهم الجهادي الطويل. ونتكلم اليوم عن الشهيد أبو منتظر الحمداوي ورفاقه، وعلى رأسهم الشهيد أبو حبيب السكيني وبقية الأخوة الذين قضوا معه. حياته كلها حياة جهاد، منذ أن شرعوا في بداية حياتهم الجهادية ضمن تسبيح بدر المبارك وتضحياتهم التي تلت ذلك في نصرة الشعب العراقي في كل مراحله الصعبة وفي كل منعطفات العراق، منذ دخول القوات الأمريكية المحتلة إلى دخول القاعدة وداعش، كانوا هم الأنصار الأوفياء. طبعاً لشهدائنا مراتب، ودليل ذلك أننا نعرف الحسين عليه السلام أنه سيد الشهداء، فما دام الحسين سيدهم إذن لهم مراتب ولهم مقامات. نحن نوقر كل شهدائنا ونقيم لهم الذكرى ونقيم لهم كل معالم الاحترام والتوقير، ونصنع لأجيالنا القادمة منصات لكي يستفيدوا ويتعلموا ويهتدوا بهدى هؤلاء الشهداء. لكن نؤكد أن لشهدائنا مراتب، ونؤكد أن الشهيد أبو منتظر كان في مرتبة عالية لأنه كان شجاعاً أقداماً جاهداً مخلصاً، وكان ذو بصيرة، وكان يعرف طريقه، وهؤلاء هم صفوة الشهداء الذين يصنعون ويعمقون ويدعمون قيم الشهادة في نفوس الآخرين. ولأننا بأيام الحسين سلام الله عليه، سأقرأ شيئا قبل قصيدة الشهيد أبو منتظر الحمداوي يحسين الصبر من شهر مذبوع، ومثل غيم على هيم عمار مدفوج، أسئلك بالحسن يا حسين كندوب نظل مثل الصخر نبجيك بسكوت. هذه القصيدة من زمن الطاغية. أسئلك بالحسن يا حسين كندوب نظل مثل الصخر نبجيك بسكوت، يا بحر الرجولة وموجك سيوف، يا بحر الذبح ويشيل تابوت، غشيمة وذبحتك يا حسين السيوف تذبح بالسما شلون السما. وألف عام وبعته كربلة اليوم، وبعدك على الفرس بوضوح الإشراق، وشفت وجه العطش بشفاق فرحان، وشفت وجه الفرات شكثر ملتاق، والله لو أمرت وقلت يا ماي الفرات وكوثر وزمزم تجنوا، ويجي الماي اللي عرفك من زمن نوح يعرف ابن من وشلون تنطاع، أبت نفسك تبيع الدين بالروح وقبالك شعب بس دينه ينباع، اجت منك إلك مهزومة الرقاب، اجت منك إلك مهزومة الرقاب، وعلى سيفك صفت أنصاف ورباع الرماح تخاف منك واحتمت بيك، السهام تخيلك ولبدت بلا الله عطشان السما وما ردت دماك واحتاجت شرف من جسمك القاع. مجاهد الكبير أبو منتظر الحمداوي كتبت هذه القصيدة بعد شهرين أو ثلاثة من استشهاده
عام 2015. اسمه أبو منتظر المحمي داري، نيتك راشدة ورجلك صدق خضرة، وشفك عن البعث ماخذ ألف شمرة، الحرب عندك سواجي وانت سيد الماي، يا مخيط الحويزة ولا أظن القطرة، ما أسأل البردي البرد الأخضر شمدري، وطيور الماي تشتم ريحة الخبرة، فص عينك تفتحه وينقل بسونار عينك بالظلام تشوف بالفطرة، فص عينك تفتحه وينقل بسونار عينك بالظلام تشوف بالفطرة، عيونك بالظلام تدلي ماي الهور المشرح بفرته شعره خد شعره، عيونك بالظلام تدلي ماي الهور المشرح بفرته شعره خد شعره، اثر جفك ونين بداعش وصدام، والك صفحه بدمشق الزينب الحره، على جفك رجع ستر الشريفه كان بيها عقالها اللي يدور الغتره، على كفك رجع ستر الشريفه كان بيها عقالها اللي يدور الغتره، باكر تنتهي وترجع لها لهالناس وتطلع على الحرام وجوهكم قمره، ونعرف الزلم ياهو الختل بعدها ومن جانب جنوبته للحرب قبره، نعرفها مشخصين الزلم منهم ختل بعذار ومن جانب جنودته للحرب قبره، صاحبك الجنود وزاعلت الاعلام وما جرك غرور الساحة الشهره، عكازك جسر عابر صبايا الموت وبايدك عدو ما اخلم سطره، عكازك جسر عابر صبايا الموت وبايدك عدوك ماخذه بسفره، ما زنجر رصاصك من رحت للشام ولا بردت تشيل بجبهة النصرة، ما زنجر رصاصك من رحت للشام ولا بردت تشيل بجبهة النصرة، بعد تنعجب مثل الدلال هناك وعلى خد النواصب شامتك سطرك، الشاجور الوكل كسب بجفك نار وصارت تفقتك من الشمس سمرة، يعرف صورتك تابوت الأمريكان ولعبة فافتك يا حاتم بخسرة، تمشي لوحدك متعني المعسرات وترد تنكت عباتك ما قلت خطرة، ولا حية رمل حاسب السماء حساب ولا ضبع الجزيرة الناكر العشرة، ما عقرت بدر من يومك ولليوم لا كفزاتها ولا شالوا السفرة، ما عقرت بدر من يومك ولليوم لا كفزاتها ولا شالوا السفرة، ظل منك وسم بوجوه المشيعين ومن نعشك بقع لكتافهم جمرة، شتان الفرق ما بينك، شتان الفرق بينك لبين الغير، متجوى النجم بس ماتوا بحفرة، أخو باشا لو نعد القبر زردوم جا فطرت لها تجناستك مرة، جا فطرت لها تجناستك مرة. شكرا. اليوم عندما نتحدث عن الشهيد سليماني نجد صفة الإخلاص لله والصدق مع الله والتعامل مع الله وكل شيء مع الله شيء متميز، وكذلك كل الأخرى ومن ضمنهم هذا الشهيد الكبير والعزيز الشهيد أبو منتظر محمد رحمه الله تعالى. والصفة الثانية صفة الثبات والاستقامة، وهذه تأتي من البصيرة من الرؤية، إنه هذا على هدى من ربه، الإنسان عندما يكون على بصيرة من ربه على بصيرة من أمره يعرف البداية ويعرف النهاية، هذا يبقى ثابت لا يتردد ويستمر، هذا هو الذي جعل الإمام العباس هذه البصيرة هي التي جعلت الإمام العباس عليه السلام
واليوم تناسب ذكرى الإمام العباس عليه السلام أن يبطي أيديه وكل شيء ما لديه لأجل الحسين على بصيرة في أبوات كان عمي العباس على بصيرة ساقطة. هذا الثبات، هذه الاستقامة، لأن يعرف البداية ويعرف وين إلى أين يذهب. كذلك الإرادة الصلة ميزة أخرى غير الإخلاص وغير الثبات والاستقامة، الإرادة الصلة. رحمة الله على شهيد المحراب الخالد، مأساة كربلاء، يقول ضعف الإرادة، ما هو إرادة؟ الأخوان جزء مرة وقبل يوم من البارحة كانت ذكرى مسلم بن عقيل. هذا الجمع الكبير ينفك من مسلم، ينفض من مسلم، سببه هو ضعف الإرادة، إرادة ما. أما هؤلاء مؤمنين أمثال أبو منتظر وأبو حبيب وأبو طاهر ومهندس وسليماني وكل شهداء القادة من الحشد، ذولا كانت عندهم إرادة صلبة قوية لا تنين. هذه الإرادة الصلبة هي التي يقاتل بها اليوم الشعب الفلسطيني كل العالم. ها هنا تجمعنا هذا اليوم للحضور في احتفال لذكرى الشهداء الحاج أبو منتظر ومجموعة من الشهداء الذين نالوا وسام الشهادة معه. تجمعنا في هذا المكان تحت عنوان خيمة الشهداء ونحن في شهر محرم الحرام، نستذكر هذا البطل الكبير الذي نال وسام الشهادة، قضى عمره مجاهدا وقائدا عظيما يدافع عن البلد مواجهة للبعثيين وأخيرا بالدواعش والمستكبرين. قضى حياته في الجهاد إلى أن نال وسام الشهادة واستطاع أن يدون اسمه في هذا السماء، سماء الشهادة مع الشهداء. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا شفاعتهم ونستلهم العبرة في مناسباتهم والسيرة على نهجهم إن شاء الله تعالى. اليوم هذا المحفل أو التعزية التي تقام على روح الشهداء والقائد الكبير أبو منتظر الذي كان له دور كبير في أيام النظام البائد، وكان من أيام الثمانينات والتسعينات قارع النظام حتى السقوط، وبدأ مرحلة ثانية من الجهاد على القوات الاحتلال الأمريكي الغاشم في ذلك الوقت 2003 وصولا، وبقى رجل مقاوم ومجاهد لهذه الفترة الطويلة حتى سقطت المحافظات الغربية أنبار ونينوى وصلاح الدين بيد داعش الإجرامي، فكان أول من لبى النداء ودافع عن هذه المحافظات وحرر مدينة بقيادته مدينة ديالى وأمرلي وصولا إلى صلاح الدين وحتى وصولا إلى منطقة الصقلاوية، وكانت هذاك اليوم هو يوم الاستشهاد، استشهاد القادة العزاء، وبقى هذا الخط مستمر وحتى وصولا لشهدائنا الأعزاء القادة الكبار الشهيد قاسم والحاج أبو مهدي رحمة الله عليهم، ونبقى نسير على هذا ونعطي شهدائنا القادة دائما لأنهم هم اللي يتصدرون المشهد العسكري دائما، فنبقى عرهن الإشارة وعلى هذا الخط سالين حتى آخر قطرة من دماء إن شاء الله. تقيم هيئة الحيز الشعبي الحفل التأبيني السنوي التاسع لاستشهاد القائد والمجاهد الكبير أبو منتظر المحمداوي الذي عرفته ساحات الجهاد والوغى في نظام حزب البعث الكافر، حيث قارع وقاتل هذا النظام حتى صدرت الفتوى المباركة في عام 2014، فالتحق في صفوف القتال والجهاد في هيئة الحيز الشعبي لينال شرف الشهادة في أهم المعارك وأقواها. كان الشهيد ذو تاريخ ومجد كبير وعظيم يسطر ويدرس للأبناء والأجيال ليكون نبراسا ومنهاجا تحتذى به كل الأجيال الجديدة. نحن يجب أن نعيد هذه الذكرى وذكرى كل الشهداء، ويجب أن تدرس في المدارس والمعاهد والجامعات، لأن هذه التضحيات وهذه الدماء سطرت مجدا وتاريخا عظيما للعراق والعراقيين. اليوم هيئة الحيز الشعبي التي دأبت على أن تقيم هكذا مؤتمرات تذكيرية وتمجيدية لشهدائها
نحضر جميعا قادة وآمرين ومسؤولين نحيي هذه الذكرى، ونسأل الله أن يجعلنا نسير على هذا النهج والطريق، نهج الشهداء والصالحين.